السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني من ما هو اللبن البودرة؟ نتكلم دلوقتي عن مميزات وفوائد اللبن المجفف. الميزة الأساسية في اللبن المجفف هو أنه بيستمر لفترة طويلة بعكس اللبن السائل، فمدة الصلاحية بتاعته لو تم الاحتفاظ بيه بشكل كويس ممكن نحتفظ بيه لمدة سنة ونص من غير ما يبوظ. تاني ميزة وهو رخص تمنه لما نيجي نقارنه بأنواع وأشكال الألبان التانية، زائد ان وزن العلبة أقل وطريقة حفظه وتخزينه غير مكلفة. تالت ميزة هو ان استعمالاته متعددة، منها انه غذاء للأطفال والرضع وبيستخدم في الطهي وعمل المعجنات. ومن ضمن فوائد اللبن المجفف هو انه بيحتوي على عدة فيتامينات مهمة زي فيتامين ه وفيتامين كاف وفيتامين ألف وفيتامين دال، حيث ان فيتامين ه مضاد للأكسدة، فهو بيحمي الخلايا والأغشية الدهنية من التلف وبيعزز مناعة الجسم. أما بقى فيتامين ألف فبيساعد على تجدد الخلايا التالفة وتحسين مستوى الرؤية، بالإضافة لأنه مفيد جدا في الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي وجهاز المناعة، في حين أن فيتامين كاف بيحسن تدفق الدم في الجسم وبيمنع تخثره، وبالتالي بيحمي الجسم من الإصابة بالجلطات. أما بقى فيتامين دال فبيعمل على امتصاص الكالسيوم والفوسفور الضروريين لصحة العظام والمفاصل. غير بقى أن اللبن المجفف بيحتوي على أحماض أمينية مهمة جدا بتعزز وظائف أجهزة الجسم بشكل متكامل، زي الأيزوليسين واللايسين والثريونين والتريبتوفان. وبيحتوي على كربوهيدرات زي اللاكتوز والجلوكوز اللي بيساعدوا الطفل على تجاوز اضطرابات الهضم وتعزيز حمض اللاكتيك، بالإضافة لأن اللاكتوز أصلا مفيد للمصابين بمرض السكر لأنه بيهضم ببطء وبيساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. وبيحتوي اللبن المجفف برضو على الفوسفور والسيلينيوم اللي هما مهمين لعملية التمثيل الغذائي وتحسين عمل الإنزيمات، حيث إن السيلينيوم بيحسن عمل الغدة الدرقية، أما الفوسفور فبيساعد على تحسين أغشية الخلايا. واللبن المجفف مفيد جدا للأطفال لأنه بيحتوي على العناصر والمواد الغذائية الضرورية لنمو الأطفال، فهو بيحتوي على المعادن زي الحديد والفيتامينات اللي بتحمي الطفل من فقر الدم وبتحميه من هشاشة العظام. بس رغم الفوائد دي كلها إلا إن الحليب المجفف بيفتقر لمكون مهم جدا، وهو الأجسام المناعية، وهي الأجسام المضادة اللي بتقوي مناعة الطفل. اتكلمنا عن مميزات اللبن المجفف وفوائده، نتكلم بقى عن أضراره. وطبعا لأنه مش زي لبن الأم الطبيعي فهو خالي من الأجسام المضادة، يعني بالرغم من إنه هو عالي القيمة الغذائية إلا إنه ما فيهوش أي أجسام مضادة اللي بتقوي الجهاز المناعي للطفل. علشان كده اللبن المجفف ده لا يحل محل لبن الأم الطبيعي بنسبة 100% صعوبة الهضم، فلما نيجي نقارنه بأنواع تانية من اللبن هنلاقي إن هضمه مش سهل، وخاصة بالنسبة للأطفال، وده بيرجع لاحتوائه على مركبات غذائية صناعية بتعمل مشاكل كتيرة للطفل، أهمها الإمساك والغازات. تالت مشكلة إن اللبن المجفف بيحتوي على أكسدة الكوليسترول، فعملية تحويل اللبن الطازج لمسحوق أو مجفف بتخلي من نسبة حدوث الأكسدة للكوليسترول أعلى، واللي بدورها بتؤثر في الجسم بشكل سلبي، حيث إن هي بتزيد من فرصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إزاي بقى بنحول اللبن السائل للبن مجفف؟ عن طريق جهاز اسمه المجفف الأسطواني رولر دراير، ودي طريقة بتستخدم لتجفيف اللبن لأغراض تانية غير الاستهلاك الآدمي، حيث انه بيتم ادخال اللبن المركز بين بكرتين من الفولاذ المقاوم للصدم اللي بيتم تسخينها وتباعدها بشكل ضيق، وبتجف الطبقة الرقيقة الملتصقة من اللبن عند دوران البكرات، وبعد كده بيتم قشطها بواسطة الأسطوانة عن طريق شفرة. ايه الكلام المعقد ده؟ بص يا سيدي،
ببساطة كده، الجهاز ده عبارة عن اسطوانتين جواهم بخار سخن، وبيترش اللبن على شكل طبقات، والاسطوانات دي بتدور هوبا يجف اللبن. نقوم جايبين السكاكين ونقشط بيها اللبن. البتاعة اللي بنقشط بيها اللبن بنسميها شفرة الدكتور، دكتور بلاد. وزي ما قلنا دي طريقة غير غذائية. يعني ايه؟ يعني الاستخدامات تانية غير شرب اللبن. ايه ده؟ هو اللبن المجفف بنستخدمه في حاجات تانية غير شرب اللبن؟ اه، استخدامات كتيرة جدا. عايزين تعرفوا ايه هي استخدامات اللبن المجفف التانية غير الاستهلاك الادمي؟ لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب للقناة علشان تعرف ايه هي استخدامات اللبن المجفف التانية غير الاستهلاك الادمي. اه، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديدة. يلا مع السلامة، خليك في البيت.